السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنرى كيف إرسال الإجابة على الواجب عبر منصة الONT. المرحلة الأولى وهي سأنسخ رابط للواجب، المؤدي للواجب كولي و كليك أضغط أنتري. هنا سأضغط على موديفي لو ترافاي. هنا سيظهر لي فضاء الذي يمكنني فيه وضع الملف، ملف إجابة. سأضغط هنا أجوتي، déposer un fichier et سأختار الملف الذي أنجزت فيه العمل. déposer ce fichier et puis enregistrer. وبذلك أنهينا. هنا في الأخير سأضغط على envoyer le devoir. هنا تطلب مني المنصة التأكيد على إرسال الإجابة. سأضغط على continue. وبذلك تم إرسال الإجابة عبر منصة الONT. المرحلة الثانية سأريكم كيفية حفظ الملف الإجابة بصيغة الـ PDF. لنفترض هذه هي الإجابة. سنضغط على فيشيي، سنذهب إلى Enregistrer sous. إذا كان عندكم مايكروسوفت أوفيس بالعربية ستجدون حفظ باسم. سأضغط على المكان الذي أريد فيه حفظ الملف. سأضغط أنا دوكيمون. هنا سأختار اسم الإجابة ريبونس، وهنا سأختار الصيغة التي أريد بها حفظ الملف. هناك بشكل تلقائي مايكروسوفت أوفيس يمنحنا إمكانية حفظ الملف بصيغة الوورد، ولكن يمكننا حفظه بصيغات متعددة. سنختار هنا صيغة الـ PDF ونضغط على Enregistrer. هنا في هذا الفيديو لقد رأينا كيفية إرسال الملف وكيفية حفظ الملف بصيغة الـ PDF لكي نرسله عبر البوابة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.